هذا اليوم ال 11 اللي صار لي انا في مطار اسطنبول، على القام في مطار اسطنبول، لانه انا ضيعت جوازي. انا كنت في السعوديه في 2016، طلعت من مطار صبيحه من تركيا المطار الرياض، وفعلا في نهايه 2020 طلعت على اليمن عند اصدقائي، واضطريت احجز من مطار عدن لمطار القاهره، ومن مطار القاهره لمطار اسطنبول، مطار اسطنبول لمطار اربيل. انا حاصل على فيزا لاربيل، اوراقي النظاميه الحمد لله ما علي اي شيء. وبالمطار كان عندي ترانزيت طويل، حاولت اطلع لبرا المطار منعوني لانه ما معي فيزا وانا جنسيتي سوريه، فاضطريت نام في المطار اكثر من 18 ساعه وضيعت الجواز. تواصلت انا مع البوليس والسيكوريتي، سألتهم والباسبور كنترول، سألتهم يا جماعة أنا مضيع جوازي، ما حدا رضى يتعاون معي أو حتى يشيكوا على الكاميرات أو يعني يشوفوا الكاميرات يراجعوا الكاميرات إطلاقا بتاتا. وصل لي 11 يوم، تواصلت مع كثير منظمات، تواصلت مع كثير أشخاص، لكن ما حدا فادني. قولوا لي روح لعند الإميجريشن، هي الجهة الوحيدة يلي بتساعدك. ورحت أنا لعند الإميجريشن والإميجريشن رفضت تساعد معي، ورفضت انه تعاوننا اصلا او تتعاون معي. فانا مطلبي اترحل يا على ادلب يا اما ادخل الاراضي التركية. هذا الخيار الانسب وهذا الخيار الافضل، لانه انا حياتي في خطر اذا ضليت بهالمطار. 11 يوم أنا عايش شبه ميت، 11 يوم أنا علبتين بسكويت ومي ودخان فقط لا غير الدخل على جسمي. أنا وقعت للأرض مرتين، وبعد ما باسوا إيديهم العالم الموجودة في المطار اللي جابوا لي الدكتور لحتى استردوا، جابوا لي دكتور تركي صحاني وراح. اخرته يعني شو الحل؟ يعني الحل وين؟ شو بشو يعني انتحر؟ يعني واحد ينتحر يموت لحتى يساعدوه؟ يعني ما بعرف لوين بدي يوصلوا، يعني موت على البطيء، موت على البطيء.